ثم ناقل الحركة إلى الوراء. هلو، قبل أن نبدأ هذا المقطع خلوني نوصل هذا الفيديو. مرحبا بكم أعزائنا الكرام في المرحلة التاسعة هنا من Advanced Car Parking. إذن على بركة الله يجب أن نجتاز هذه المرحلة. نرجعون إلى الخلف قليلا ثم ناقل السرعة إلى الأمام. يجب أن لا نمس أي مكان هنا، أي حاجز. خطأ، يجب أن نعيد مجددا. لا يهم، هنا ناقل السرعة إلى الخلف، سوف نسرع قليلا. هنا يجب أن نلف على اليسار، يجب أن نتوخى الحذر. نرى هنا، هل سنمس هنا؟ ثم ناقل الحركة إلى الوراء أو إلى الخلف، إلى الأمام مجددا. ثم ناقل الحركة إلى الخلف. وصلنا. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.